الهرم الأكبر عندما تنتح للإنشاء. من الآخر أنا فرعون لعيب بالصلاة على سيدنا الحبيب. لا تقول لي لا ميسي ولا خطيب، أنا بقى أستاذ في الترقيص. حتشيل سكة في بيت مدنية اسأله خفرة حد عليا. يا ما فشني أنا ويا راكبة ورايا المكان الريس. اللي هيتعور ويخش مقبرتي هيتعور وش. أصل أنا من الآخر مجنون ألف ميم واو النون عيني مرامز عن اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا رب ما يقطع لنا هذا ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. ضيفنا النهارده يا جماعه لما قلت لهم على اسمه في الاعلان استغربوا وقالوا لي ازاي وليه. قلت لهم انا شخصيا مراهن عليه لان ليا معاه اكتر من تجربه شخصيه في الخوف، وعارف انه بيترعب من الضلمه وبيموت من الاماكن الضيقه وبيعيط اول ما يشوف تعبان، كائن ليلي كسول ما انتخ 24 ساعه في اليوم، كل فين وفين لما يظهر علينا الغنوه او البوم. بصراحة احنا خايفين من كتر الانتخة مع الضلمة والهدوء اللي تحت في المقبرة يقوم الموميا وينام مكانها. ضيفنا صوته مالوش علاقة باسمه واسمه مالوش علاقة بصوته، اتمرد على كل حاجة في حياته الا اسمه، اتمرد على الغنى الشعبي وبقى يغني للحب والرومانسية، اتمرد على شكله راح حلق شنبه ماكلش صشوة منفعش راح ضارب شعره كرياتين وبرضه احتفظ باسمه. معانا ومعاكم وحدان الغنوة المصرية وشاكة حكا بكا وسمعني وحشتني خالد عجاج. الضيف وصل، الضيف وصل، خالد عجاج وصل. وحشتني His name is خالد عجاج. عجاج like omelet. You know omelet? Not Hamlet, omelet, omelet, like sunny side up, but omelet. Omelet? Yes! Omelet! ايه ده؟ هو خد لبس منتكور ولا ايه؟ With the artifacts that we found in this antechamber, it's highly likely. شجراتك يا خلودة، بص تحس انه نازل هواي. بيحاول يضيف على تدعيم السياحة وتنشيط السياحة عنصر إغراء شوية بالسمانة. And that would be the site period. Thank you for your attention. Thank you very much. دكتور، دكتور مصطفى. أسعد لحظات حياتي لما بشوف الضيف كده وهو جاي مقبل على الحياة، بعدين فجأة. فاضل قلبي. محجر اللي احنا فيه ده يسمى محجر الرملة الحرشة. في أبريل 2010 جينا وقفنا العمل في المنطقة هنا وبدأنا نعمل أركيولوجيكال سيرفي بتاعنا الحفائر بتاعتنا. ما وعدكش إن خالد هيجمع معاك في الإنجليزي. لا خالد في الإنجليزي فأبو ضعيف. اكتشفنا المقبرة، اتضح إنها مقبرة لساحر يدعى سينفرو. برافو عليك يا مصطفى، برافو عليك. زي ما احنا شايفين كده يا مستر خالد، مقبرة ليها مدخل واحد ومخرج واحد. قميص عالمي، قميص موزايك. النقطتين السود دول، دول ما بيسموا سايد تشامبرز او غرف الجانبيه. في الاولانيه لقينا موميتين، واحده لوالده وواحده لوالدته. اللوم السود دول نظارات عامله زي بتاعه تومي لي جونز في ميد ان بلاك. غسان مطر برضه بيحب نوع النظارات دي الستايل ده. فكان لازم ان احنا نفتح في الجدار، وعملنا ما يسمى بالزنبيل مدراس. خالد عنده حاله ذهول. غرفه الدفن لينا كل الاساس الجانبي داخلها. يعني ايه زنبيل؟ ما فيش حاجه اسمها زنبيل اصلا. فمصطلح عام ما بيننا دارج، مصطلح دارج، مصطلح معماري عامل زي القمط. احب اعرف حاجه على البروفيسور جان، لانه هنا بعثه مصريه انجليزيه مشتركه. بروفيسور مستر خالد، هلو، ويلكم تو ايجيبت. بس كده، هاو ار يو، ويلكم تو ايجيبت. I would like to remind you that the maximum of people going down is 5 because of the level of oxygen. No problem. So اول المقبره مش هتسمح اكثر من 5 صغر الحجم، وعشان نسبه الاكسجين بداخلها ومتخيل ان المجموعه دي كلها داخله. لا وي كان بي اونلي 5. اوكي يا اوكي ليتس جو. اوكي بس انا بس نزلت شويه. اتفضلي يا فندم. حضرتك نزلت مقبره قبل كده؟ الحقيقه نزلت زمان حاجه في الوسط، وبعد كده بقى الدنيا خدتني في حاجات ثانيه. تلاهي تلاهي شغلت بقى اخونا وكافيهات ومشاريع، وقعد على الكاشير بتلم الايراد. حضرتك بتؤمن بلعنه الفراعنه؟ والله مش عارف، هو بيقولوا انها موجوده وفي ناس بتقول ده مش عمليه يعني. لك زيارة سعيدة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. Thank you very much. الحقوا الحقوا.
شاء الله هنعمل معاك اعلى واجب، ومش هنخرجك ان شاء الله من المقبره دي الا وانت مرضي. ليه يا موميا الواحد بيقرب من ناس بيعال؟ يا موميا الواحد بيقرب زي ما شرحت لحضرتك على الكلام. هننزل بالغلق. دونت وري مستر خالد. بص الطريقه يا مستر خالد، خمس ثواني هو تحت. بص يا جماعه خالد هينزل، هينزل لان الهواء شديد وسرعه الرياح ممكن تقتلع اي حاجه من الجزر. اوكي بس يا عم مالكش حاجه، الحته هتنزل قبلك اكيد انت أقوى عذاب لما دموعك تنزل قدام الموميا وما تشوفهاش. ما شاء الله خلود مثال للجسم الرياضي. هنقعد بس الأول، أول حاجة نقعد. تحس إن خالد راح المعمورة، عارف الناس اللي بيشيلوا الحربة والشمس دي؟ وراح واخد الحربة غارزها قدام شمسيتك. طب يا أستاذ شمال شوية. لا لا معلش عشان العيال بس باعين على العيال. دي واحدة فوق عقدة، واحدة فوق عقدة. طيب ايوه ايه ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله خلود، اللهم صل على النبي. مريم احمد ما شاء الله، بابا مطافي قديم، اللهم صل على النبي. التعويذة. بص يا مستر خالد، ايه التعويذة السحرية؟ هقولها لحضرتك. خالد ابتدى يقلق من موضوع لعنة الفراعنة. بيقول لك جيد ميدو اين رع، هذا كلام يقال بواسطة الإله رع. أنا سنفر صاحب المقبرة، اللي هيمس مقبرتي بسوء هيلسعه العقرب ويعضه التعبان ويكسر عظامه التمساح. ما هي إلا صيغة تهديدية يعني في العصور المتأخرة. ما يقال ما يقال عليها خطأ لعنة الفراعنة. أنا يعني الكلمة دي شخصيا ما بحبهاش قوي يعني. زي ما شرحت لحضرتك النيشز أو الفتحات الجانبية لما دخلنا، هنا هنلاقي فيه موميتين، مومية اللي على الشمال أغلب ظن والدته. معايا؟ معاك. غرفة جانبية التانية؟ خالد في لحظة تأمل دلوقتي، بيقول إيه اللي جابني هنا؟ إيه اللي جابني هنا؟ هو مش مركز معايا خالص. ودول الأولاد. الأولاد ماتوا في عمر كام؟ كله ده يتحدد بعد عمل الـ DNA. أزق يا عبد الله، أزق عبد الله، عبد الله. نشيب إحنا خلصنا الغرفة. نشيب إحنا خلصنا كده الغرفة، الصالة الرئيسية. بعد كده بندخل ما يسمى الأنتي تشامبر، زي ما شرحت لحضرتك هالكلام بالظبط كده. ثم نعدي منها على غرفة. انا مش فاهم. طب دي انا مش فاهم. انا مش انا يعني we will but what happened I don't know I have my back did you see I was explaining but anyhow عندنا فريق فني متكبر متعودين دايما يعني المفروض اللي اتكسر ده ايه؟ طيب مش اللي اتكسر يصلح خلود البحث والخلود اللي جاب يعني. انا بحب اصحابي جدا يا جماعه. بص حاجه كده بالظبط المطربين. استاذنك في حاجه ان احنا ما نلمسش اي حاجه من الجدران. بص يا فندم هننزل بس على ايدينا ورجلينا وهنعدي هندخل جوه. هدخل يعني؟ اه اتفضل يا فندم. ايه في؟ نلبس حاجة، نلبس حاجة. جيسيكا انا عايز الادوات اللي اتكسرت دي، المسطرين والفرشة. The trowel and the brush please. Yes. اوكي. يا. نعملها كده ثواني حالا وبعد كده نشوفها. ما تخبطش حاجة. ايه ده؟ هننزل بس على ايدينا ورجلينا وهنعدي هندخل جوه. ادخل يعني؟ اه اتفضل يا فندم. اوكي. ايه في؟ نلمس حاجه، نلمس حاجه. اوكي. جيسيكا انا عايز الادوات اللي اتكسرت دي، المسطرين والفرشه. The trowel and the brush please yes. يا. نعملها كده ثواني حالا وبعد كده هنشوفها. ما تخبطش حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا هادي يا انت يا هادي يا هادي. افتح! ايه اللي حصل؟ افتح! ايه اللي حصل؟ يا استاذ خالد! يا عم افتح! يا استاذ خالد! يا استاذ خالد سامعني! يا عم افتح بقى! يا استاذ خالد! يا استاذ خالد! ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يا استاذ خالد! يا عم افتح بقى! روح ناحية الباب يا استاذ خالد! هحاول افتح لك افتح! روح ناحية الباب! افتح يا عم افتح بقولك
ناحيه الباب يا استاذ خالد. روح يا استاذ خالد ناحيه الباب. تقولي بسرعه بسرعه يا ريس وحاولي تفتحي من الناحيه الثانيه. لا حافظ على هدوءك لو سامحني. سامحني يا استاذ خالد. يا جدعان مش كده. امسك نفسك. سامحني. ايه حافظ على هدوءك احمد معروف. سيدي احمد مفيش تعابير مفيش حاجه ما تتوهمش. مفيش حاجه. اعمل معروف حافظ على هدوءك. هحاول نفتح لك كده. الاكسجين الاكسجين. اعمل معروف. هدي اعصابك. افتح. هدي اعصابك. اعمل معروف. يلا يا رجاله. هدي. حاول افتح لي السبب من الناحيه الثانيه. يلا يا راجل هيتخنق. بسرعه هدي يا استاذ خالد. استاذ خالد. افتح. هدي اعصابك. اعمل معروف. يلا يا رجاله. لا. هدي. حاول افتح لي الزنبيل من الناحيه الثانيه. يلا راجل هيتخنق. بسرعه هدي يا استاذ خالد. استاذ خالد. انتوا بتعملوا ايه؟ يا رب. في ايه يا جدعان؟ لا. يا جدعان قلبي هيقف. قلبي هيقف. قلبي هيقف. لا لا بشهد ان محمد رسول الله. في ايه؟ انا بموت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا رامز خلاص والله. خلاص بس. صل على النبي. 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 بس خلاص خلاص خلاص. انت تمام؟ خلاص خلاص. صل على النبي. بس 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 انت عوشت الراجل. بس 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 خلاص. هات ميه. هات ميه. عايز ميه؟ هات ميه. هات ميه. انت تمام؟ انت اتعورت؟ عورت الراجل. حرام عليك. بص مريم واحمد هيبقوا. بص ميه يا جدعان. بس اقعد 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 اقعد. انزل 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 انزل. تمام. انزل. صوروا ايه؟ بس خلاص. بص يا حبيبي برنامج. انت تمام؟ يا جماعة بعد الحلقة دي خالد أعصاب نار. مية نجمة من نجوم الأكشن. خد إيدك خد إيدك. اغسل إيدك اغسل إيدك اغسل إيدك. بس أيوه أقعد. مية مية يا معلم. يلا إيدك. بس أنت تمام؟ وحشتني عدد نجومي. بس سخنة سخنة سخنة. بوزة بوزة. بس 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 مريم خالد عجاب. حالا 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 حالا. خد نفسك بس. افتح ديب. افتح. انا كنت بضرب فيه الراجل ده. ذنبه ايه اللي انت عورته؟ بهرب منك انا. بقالك كذا برنامج اللي انت بتعمله. انت ذنبه. انت بتعمل فيه هناك حاجه. لا اعوذ بالله. بس انت بس قلت النطق باظت.
انزل ليه دنيا الواحد بيهرب من ناس ضايعه اول ما بنهرب لا خد نفسك يا راجل زي الفل بس ما شاء الله جسم رياضي الف ميم واو نون عين برامز عن خابون عين برامز عن خابون يا جماعه انا لو عليا اقسم بالله الكاميرا دي تفضل متابعانا واحنا خارجين لان بيتقال كلام في الفصله دي فصيح ضلمه ضلمه بالنسبه لي هنا بيقول لك احنا هنغير الغنوه بتاعتك اللي هو بعد كده تقول ايه ليه يا موميا الواحد بيقرب عسل عسل اقوى عذاب اما دموعك تنزل قدام موميا ما يشوفهاش عارف اللي يقول لك القطع الخلف لا انت خلفت يا عم انا قطعت الخلف في زوري ده بقى قطعت بص ابو العزم اهو ايه يا عم اللي بتعمله ده لا والله العظيم بس ما انت قصدك ايه دلوقتي انت عورت الراجل استاذ نعيم المصور بتاعنا وزرفته كوع الراجل الميت في وشه ليه كده ربنا ان انا ما موتش حد لا حرام عليك انت زي الفل لا والله اقسم بالله انت عالمي لا انا الضلمه وبعدين تفتح لي سنه نور الاقي تعبان حقيقي ايه يا جدعان طب عايز اقول لك التعابين دي كلها بلاستيك التعابين بلاستيك ايه ده بلاستيك اللي خفش بتهزر في ايه قفش برجلك انت كده انت مش كان واقف معاك اللي معاه التعابين لا ده كل دي بلاستيك بلاستيك ايه في قلب الكيس وعمال تتحرك شوف دلوقتي ولا مش عايز تشوفها مش عايز اشوف حاجه بس خلاص اكتر لحظه حسيت بخوف فيها انت انا اتبهدلت يا رجاله اكتر لحظه لا انت زي الفل اقسم بالله انت زي الفل فل ايه دي نقطه انطلاق جديده خد على الجاي بعد كده اغاني بقى انا هو انا النهارده عرفت طعم الموت لا اعوذ بالله بسببك يا رب والله العظيم بص هل دي ممكن تعملها فيديو رحمه امي ما حاولت اقولها مش راسي ورحمه هل ممكن تجي لك فكره اخر ما كنت اتوقع في حياتي ان انا بالذات يتعامل معاك لا اعوذ بالله خالص والله العظيم اقسم بالله الناس وحاطر بقى شافتك تنشيط السياحه لا شافتك وتعالى وبرنامج عشان مصر عارف اتوهه طب بذمتك دي ما وحيتلكش بفكره كليب جديد رعب مثلا غنوه رعب غنوه فاهم حاجه كده بجد والله العظيم ما وحيتلكش بحاجه كده انا هعيد توزيع الاغنيه بتاعت ايوه حسن الاسمر الله يرحمه بتاعت ايه مش هسيبك مش هسيبك طب دلوقتي الناس دول عايزين يسمعوا وحشتني وانت في الحاله دي دي بقى بص ده الفيصل حتى وانا قطعت الشغل هل الموتور بيقدر يسيطر على حباله الصوتيه ومقاماته ومفيش نشاز وكده عشتيني بس ده واطي عليك انا مش عارف ارد عليك والله وحشتيني كده يا مريح بزمان يلا ثانيه واحده بص عضله الابس عندك تحفه ما شاء الله عضلات البطن متقسمه تمام انا صدقت هي تقريبا طلعت دلوقتي جوه بس كانتش موجوده قبل كده لا مش شست ما شاء الله قلبي يا رامز عشان خاطري بقى لا خد نفس وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم يا ابن اللعيبة إنما وحشتني أكتر وأكتر في مجموعة وإحنا سواء تعال نخلي الحلم حقيقة تعال نعوض كل دقيقة تعال نخلي الحلم حقيقة تعال نعوض كل دقيقة تعال من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت ليك انت عملت جديد على فكرة ورجعت لي خلي يا عم خد البتاع قلت ليك لا بقى على الحكام فرعون ميم واو ميم ياه
من الاخر مجنون الف ميم واو نون ماي نيم رامز عن خامون ملك حرك ومزج زلة الحب كان فرعون فرعون ميم واو ميم يا وسع وشك والمومياء يا ما هشكت الهرم الاكبر عندما كان تحفل